انا رمزي، عملت ايه النهارده؟ بعت ولا ما بعتش في سنتك؟ لا يا دول، احنا بسم الله ما شاء الله يعني بعنا كتير قوي النهارده. بعت لك يا عم ميداليتين سكوب الدو واربعة حرف ميم وميدالية كرة أرضية، وفي خمسة اتسرقوا مني وفي واحدة واد جري وخطفها وجري. يا سلام، خمسة اتسرق؟ انت كل يوم حاجة تسرق وحاجة تضيع، وانا مش فاهم. مش هات الفلوس، هات الفلوس. خد يا دولة بقى، خد يا معلم، عد وقبضني. اعد ايه؟ هم دول ربع جنيه وربع، اعد فيهم ايه؟ وبعدين انت المفروض تجيب لي 140 قرش، في كده اهو 15 قرش ناقصين. ناقصين ازاي غير اللي اتسرق وغير اللي ضاع؟ ليه يا دولة؟ مش انت يا حبيبي قلت لي الميداليه اللي هي حرف ميم دي بربع جنيه والاسكوبيد دي ب 15 سخ؟ 15 سخ؟ الاستيوبيد ستيوبيد ايه بس؟ اسمها سكوبي دو. السكوبي دو الابيض واسود العاديه دي اساسا ب 15 ساغ، الثانيه بربع جنيه. اللي عايز بقى ميداليه الوان وينزه نفسه يدفع، واحنا هنصرف عليهم ولا ايه؟ يا دوله بقى، ربع جنيه من 15 قرش ما فرقتش بقى يعني. ما فرقتش ولا انت دافع حاجه من جيبك؟ ما انت مش داري بالدنيا ومش داري بالاسعار. يا نهار اسود، ده كل حاجه ولعت يا ابني. ده رغيف العيش دلوقتي بقى بتعريفه. ايوه يا ابني، تذكره الاتوبيس بقت بشيل، الحاجه الساعة بقت ب 15 قرش. امال انت فاكر ايه؟ الواحد مش عارف هيتجوز ازاي ولا هيكون نفسه ازاي. ده انا ثروتي كلها، كل ما املك، حطيته في المشروع بتاع الكرتونه اللي سلمتها لك انت. دولا، طب واللي يكبر لك المشروع ده يا عم تديله ايه بقى؟ بص يا دولا، انا ليك عندي لقمه عيش ملبن 100 100. بص، ما انا مش جاي بقى مصري نون علشان العب، مش سايب انا مستقبلي في البلد بعد ما خدت دبلوم الزرايب واجه نون بقى. بص، في ربع جنيه من 15 سنت؟ لا، ده انا بقى عينيا بقى على الورقه ام 5 جنيه. 5 جنيه؟ ايه الجشع اللي انت بتتكلم بيه؟ وهنجيب ازاي بال 5 جنيه دي؟ انا هقول لك يا دولا، احنا باذن الله يعني ان شاء الله احنا بس نيتنا تبقى صافيه، والكرتونه دي يعني ان شاء الله ربنا هيكرمنا وهتبقى اكبر. تبقى اكبر؟ هي فكرة، بس بدل ما نجيب كرتونة أكبر، ما احنا ممكن نجيب كرتونة تانية قدها ونفتح الاتنين على بعض. لا يا دولة بقى، ما تفتحش عينين الناس بقى علينا يا دولة علشان الضرايب. يا ابني، الضرايب دلوقتي ما فيش منها مشكلة، أنا أسمع بعدين. الضرايب دي مش هتسيب حد، بس أنت صح يالا. بص بقى يا دولة، احنا بقى بما إن يعني الحمد لله الكرتونة دي كده هون واسعة، احنا عم نجيب البضاعة دي كده هون ونقوم قاسمين الكرتونة دي كده ونجيب بقى إيه يعني بربع جنيه حرنكش، على كتكوتين كده زغنطتين، على دوتين أز بالورق بتاع التوت بتاعهم. يجوا بأكلهم يعني دود الأز. هي بص، مدام كده كده فتحنا الكرتونة، ايه رأيك نجيب شوية دوم؟ لا يا دولة، انا الدوم دون ما بحبوش. ما بتحبوه؟ وانت هتاكله ياد؟ وانت بتاكل الميداليات وكل شوية تقول لي ده ضاع وده اتسرق، تاكل الميداليات ياد؟ في كرة أرضية وقفت هنا على فكرة امبارح. اطلعها لك. ميدالية بخمس سنت، ميدالية بخمس سنت. ولا يا رمزي، شعري مظبوط يالا؟ مظبوط، ده ولا وليد توفيق. يا ابو بدوي، عايزين اتنين واحد نعناع لو سمحت. يا ابو بدوي احكي لنا بقى، استاذ حلمي بتاع الاحياء عمل معاكي ايه؟ يا بنتي ده غريب، ده غريب، ده يموت على روحه من الضحك. ده اصلا كل ما طول ما هو قاعد عمال يقول حاجات غريبه وبيعمل حاجات غريبه كده ويقعد يعمل كده ما اعرفش ايه. وعايزه اقول لك انه بيقعد يكتب لي شعر ركيك عمي كده غريب، مطفشني، مخليني كل يوم انط من على سور المدرسه. يا هبله، ما تطمني معاه، يمكن تاخدي منه امتحان نص السنه. لا طبعا، انا اصلا ما بحبش النجاح الرخيص. انا اصلا يوم ما افكر اني انجح، لو نفسي يعني انجح، هنجح بكرامتي، بالبرشام اللي بكتبه، بتعبي، بمجهودي. لكن هو اساسا ما فيهوش مواصفات فتى احلامي. ايه هي بقى المواصفات دي؟ فيرست اوف اول، ان هو يبقى طموح. طبعا طبعا. سكند، لازم يبقى مودرن. في سكوس يا ابني. تالت حاجه ودي اهم حاجه عايزه اقول لك، ان هو يبقى بريليانت. ايه ده، دي بتشتم؟ انت ايش فاهمك؟ برنس، عايزه برنس. ولازم يبقى وسيم طبعا. ماشي ماشي. بس عايزه اقول لك ان انا ممكن استغنى عن ان هو يبقى وسيم، بس على اساس ان هو لازم يبقى جذاب طبعا. مغناطيس يا معلم. سوري يا مدام، يا انسه يا استاذ. بص يالا، البنات الثانوي دول ايه يا عم؟ بيت الاسرات اللي احنا داخلينه ده. بس دي حلوه قوي قوي قوي، شبه صفاء السبع بالظبط. يلا يلا. انا رمزي، شفت العيال القرانات دول يالا؟ دولة، مش هما دولة دولة اللي فرقعونا الكوره واحنا بنلعب كلب مشترك؟ كلب مشترك. بس انا بقى المره دي مش هسكت لهم يالا. بقول لك يا جميل، انا معايا تذكرتين سينما لفيلم النمر الاسود من 12 ل 3، يعني يا دوب هنخرج على ميعاد المدرسه بالظبط. ولو قايله لهم في البيت ان عندك مجموعه، يبقى يا دوب نطلع على كازينو الحمام نتغدى.
ايه ده كابتن؟ ده ازاي تتكلم مع بنات الناس بالشكل ده؟ انت ما عندكش اخوات بنات؟ لا انا وحيد. وحيد؟ طب افرض مثلا مامتك وباباك فكروا ان هم يخلفوا وجابوا بنت وبقت اختك، ترضى حد يعاكس اختك؟ انا بابا مات. انت هتقفلها؟ لا يا كابتن. طب افرض مثلا مامتك يعني بعد ما باباك مات الله يرحمه اتجوزت واحد تاني وخلفت بنت وبقت اختك برضه، ترضى حد يعاكسها؟ اه انت بتهزر وبتغلط بقى. وانا اعمل لك ايه يعني؟ هو انا اللي موتت ابوك؟ ايوه وبعدين هو يغلط براحته بقى، وبعدين فين يا دي انت وهو الكره الكفر بتاعتنا؟ من ساعه ما دستوا عليها بالعربيه ومشيتوا حتى ما بصيتوش الكره الكفر حصل لها ايه؟ بس يالا بص ما تهيفش القضيه. هيعملوا ايه يعني؟ هياخدوا الكره يودوها القصر العيني؟ بس والله باين لكم شكلكم عيال هبله وعايزين تاخدوا على دماغكم. وبعدين انت مالك؟ نعاكسها ما نعاكسهاش؟ هي صاحبه الشقه اشتكت لك ولا ايه يا جميل؟ ميرسي رانيا، ايه اللي بتقوليه ده؟ شكلهم عيال سيع. طب مش ميرسي. وبعدين يا كابتن احترم نفسك يعني، لان دي تبقى بنت خالتي. ومادام بنت خالتك ما قعدتش جنبها ليه؟ عشان امي وخالتها متخانقين مع بعضيهم يعني. بقول لك يا امور، ما يلا بينا بقى عشان نلحق السينما، زمان احمد زكي خلص جري. الله لا لا لا، ولا انت مفيش حد مالي عينك ولا ايه يالا؟ ما تحترم نفسك امال. نزل ايدك لحسن اقطعها لك. ولو ما نزلتش ايدي هتعمل ايه؟ يا ما طحنت ناس كتير جدا علشانك، يا ما دمرت شباب وحطمت قلوبهم. طحنت ولا طحنت؟ طحنت طبعا، ده انا لدرجة ناس كتير جدا نصحوني وقالوا لي ما تفتريش بصحتك على الناس، يعني انا ما سمعتش كلامهم. وبعدين لعلمك بقى يا هانم، لعلمك انا خسرت جيل التمانينات كله بسبب الجيل التمانينات الذهبي. طب ما انت خدت زهرة شباب هذا الجيل، ولعلمك عشان تبقى فاهم بعد الحاحك الشديد عليا اضطريت اسفة بالعافية اعرف اخد لك معاد من مامي. الحاحي؟ الحاح انا؟ يا سلام. لا يا هانم، ان كنت ناسية افكري. ها ايه رأيك؟ قديمة قوي يا ميدالية. وميدالية خشب؟ الشغل ده كان بتاع زمان يعني. ده شغل مين ده؟ ده شغل بندق. بندق ده اساسا من زمان كان اي كلام. انا الحمد لله دلوقتي ربنا كرمني يعني اخر كرم، وبقى عندي كاسة دبل احمر بطبع منه بقى شرايط الاصدقاء والجيبس بقى وليلة. بس بمناسبة ايه يعني الهدية دي؟ بمناسبة مرور 6 سنوات على مشينا مع بعض. رانيا اوعي تقولي الكلمة دي تاني، مشينا مع بعض. انت مش ماشية معايا يا ماما، انت ماشية جوايا. عادل احنا لازم نوضع حد المشينا ده. لو تعبت من المشي ممكن تريحي يا عادل؟ لو سمحت احنا عايزين نفكر بعقلانية ونودع حد لعلاقتنا. ايوه يعني اعمل ايه؟ بصي لو انت زهقتي مني وخلاص عايزة تنهي العلاقة براحتك، عايزة تكملي براحتك، انا ما عنديش مشاكل يعني. عادل انا جاي عريس. جالك عريس؟ اهم حاجة سألته عليه كويس، لان مش معقولة بعد ما تكوني ماشية مع عادل سعيد تتجوزي اي حد اي كلام كده. هو انا سمعتي في السوق برضو ممكن تضر لعلمك يعني. عادل لو سمحت انا عايزك تحدد موقفك وتقولي هتيجي امتى تقابل بابا وماما. بص يا رانيا يا حبيبتي، انا مش هقدر اجي اقابل بابا وماما دلوقتي لان انا مشروع شاعر كبير. مستني طبعا اطرح الديوان الاولاني بتاعي، وحكايه الجواز دي ممكن تعطلني لعلمك. يا عادل يا حبيبي، يا حبيب قلبي، انا استنفذت كل مبرراتي الوهميه في 26.5 عريس اللي تقدمولي. اتقدم لك 26 عريس ونص؟ النص ده ايه؟ اتكلم وما جاش ولا ايه؟ لا ما انا كنت هبقى الزوجه الثانيه، الواحد متجوز باين 3.25 ولا ايه مش عارفه. المهم ان انا رفضت وتمسكت بيك، فلو سمحت لو ما جيتش في خلال يومين تقابل بابا وماما انت عارف انا هعمل ايه؟ تعملي ايه يعني؟ هطلب منك ترجع لي 300 جنيه اللي خدتهم مني عشان تشتري كاسه الدبل بتاعك الاحمر يا عادل. طبعا استخدمتي كل الحيل الممكنة والغير ممكنة للوصول ليا يا هانم. ها انا استخدمت ذكائي كأنثى. ذكائك كأنثى ولا هبلي كراجل؟ ايه ده ايه ده ايه ده، انت فاكر نفسك مين اصلا؟ ده انت تحمد ربنا انك متجوز واحدة زي ده. انا لولا اقنعت مامي بالعافية كان زمانك دلوقتي متجوز اي واحدة. انا لا يا هانم، لا يا هانم، ده انت اساسا اول ما قلت لامك ان اللي جاي ده اسمه عادل سعيد، مجرد ما ذكرتي اسم عادل سعيد امك احولت من الفرحه. خالص يا ابني انت مش فاهم، ده الكلام اللي انا قلته لك وقتها عشان ما جرحش مشاعرك كمواطن مصري وشاب طموح، وان كنت مش عارف اعرفك. فتالي دوشه يا نجلاء، عايز اكلم اختك.
المواصفات بتاعت العريس اللي انت جايباه ده عريس جربوع ومش من مستوى العيلة بتاعتك، وانت مش ممكن تعيشي بالمستوى اقل من كده زي كل بنات العيلة. ما تتكلم وتقول حاجة يا عبد الستار. والله انا محتار. وبعدين انت عارفة كويس قوي ان انت مقري فتحة بتاعتك مع شريك باباكي رستم بيه اكبر واحد بتاع النودلز في مصر. مامي يو نو فيري ويل ان انا ما بحبش النودلز، ازاي هيحصل فيه بيني وبينه توافق؟ انا مش ممكن اتجوز صاحب ابن صاحب المصنع ده. بقول لك ايه، انت مش هتتجوزي الراجل الجربوع اللي انت جايبهولي ده اللي عنده كاسات دبل، انت فاهمه؟ يو اندرستاند ذس يا مامي. يا حبيبتي ده هو اساسا مستقبله واحد، ده ممكن كمان هيعمل ويكبر المشروع ويبيع ولاعات. ولاعات؟ اي سيد نو نو. اوكي يا مامي، لعلمك بقى انا لو ما اتجوزتش عادل هموت نفسي رميا من الرصاص في ميدان عامها. ما تقول حاجة يا عبد الستار. والله أنا محتار. يا حبيبتي من فضلك أنت لازم تمسكي نفسك أرجوكي، كل الناس مرت بالحب الأول ده ما عدا أنا اللي دبست مع أبوكي طول السنين دي. وبعدين عايزة أقول لك حاجة، لو أنت اتجوزتي شحاتة هتفضلي طول عمرك شحاتة، أنت فاهمة ولا مش فاهمة؟ وبعدين عايزة أقول لك حاجة، من هنا ورايح مفيش أي خروج غير بإذن. أفهم من كده إن أنا في حظر تجول على مشاعري وإني محطوطة تحت المايكروسكوب؟ أوكي، بس انا عايزه اقول لكم حاجه، انتوا ممكن تتحكموا في جسدي لكن روحي نيفر. ما تقول حاجه يا عبد الستار. والله انا محتار. يا ماما مش معنى ان انا مشيت معاها لمده 6 سنين ان هي اخلاقها وحشه يعني يا ماما. يا نهار ابيض، ماشي معاها 6 سنين وعايز تبقى اخلاقها كويسه، اما لو اخلاقها وحشه تبقى ايه؟ ماشي معاها 60 سنه. انت مالك انت يا سناء، انت مالك؟ انا بتكلم مع ماما. وبعدين يا ماما لعلمك دي طيبه جدا، انا بحبها عشان طيبه قلبها. عارفه دي عبيطه قوي يا ماما. ده انت اللي عبيط قوي وخايب قوي، ده كون الستات انت ما تفهمش فيه. يا خايب يا خايب يا خايب. مالكيش دعوه. وبعدين بصوا بقى يا جماعه، انا خلاص قررت ان انا اروح اخطبها يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله. لو انتم مقتنعين اهلا وسهلا تعالوا معايا، لو مش مقتنعين انا هروح لوحدي بقى. ماما كده برضو يا عادل عايز تتجوز جوازه انا مش راضي عنها؟ يا ماما مش راضيه ليه؟ طب شوفيها الاول. طب يا ماما اف. والله انا محتار. ايه ده الريحة المكمكمة دي؟ ماما 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 ريحة بخور هندي يا ماما. بخور ايه ده؟ زفت، ريحة زفت. شش بعدين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. امال فين العروسة؟ عروسة؟ عروسة ليه؟ مش لما اعرف الاول المستوى بتاعكو وانتو مين وجايين منين واذا كان المستوى بتاعكو زي المستوى الرفيع بتاعنا ولا لا. انا مش شايفة اي مستوى. ايه الالوان دي وايه الفش ده وايه الكليم اللي في الارض ده؟ ايه ده، ما تقوليش الكلام ده خالص من فضلك، علشان انت ما تعرفيش انا المستوى بتاعي في العفشات بتاعتي مستوى رفيع جدا زي ما تقولي السهل الممتع. ها ولا يا عبد الستار؟ والله انا محتار. واضح ان الاستاذ عبد الستار على طول محتار. انا بقى لازم تفهم ان بنتي لازم تعيش في مستوى رفيع جدا كده زي ما عايشه هنا مع ماما وبابا. يعني مثلا لازم تروح النادي كل يوم علشان تاخد بنسولاي عشان التان بتاعها، الباديكور المانيكور لازم يقول لها هنا في البيت ما تروحش هناك خالص، لازم يكون في شفاف، لازم يكون في سنترال هيتنج، لازم يعني كل الكماليات دي. بصي حضرتك بالنسبه للكوافير والباديكور والمانيكير وكده دي كلها حاجات مقدور عليها يعني. ده في بقى لسه الاساسيات، يعني زي ما انت شايف ان انا قاعدين هنا في بيت 250 متر في 2 سال دو با، في كل الكمالياتات اللي انت ممكن تتخيلها، وبنتي مش هتعيش اقل من هذا المستوى. ايه بس حضرتك يعني واضح ان البيت عاجبك لانه بيتك طبعا، بس انا مش هقدر اعيش معاك، انا بفكر استقل انا ورانيا لوحدينا في بيت يعني لوحدينا يعني. كيا ديسا، ومين قالك ان احنا بنعزمك؟ حبيبي انت لازم تعرف ان انا عندي الخصوصيات بتاعتي انا. ها طبعا طبعا. ايه طلباتكم بقى؟ طلباتي ان بنتي لازم تعيش في شقه 300 متر، لازم يكون فيها 3 سال دو بان، لازم يكون فيها كيتشن كبير، يكون فيه سفرجي، يكون فيه طباخ، يكون في كاميريرا، يكون في ناس بتاعه المساج الباديكوريست مانيكوريست فندها هنا في البيت، ده غير الستاير والبيبلوهات وكل التمثيلات اللي موجوده هنا تكون من انتيك. ها ارجوك حيلك حيلك على ايه ده كله؟ قالت لك 3 سال دو بان. ما كناش غلطنا وجايين نخطب الكونتيسة عزيزه. ايه يا سناء يا سناء، انا رانيا عندي احسن من 100 كونتيسة. طب قع يا اخويا قع، 3 سال دو بان. حضرتك انا ما فيش مشاكل ان شاء الله هستلف يعني قصدي هتصرف يعني
ان شاء الله حتى ابيع كاسة الدبل الاحمر بتاعي. هديت الواد اتبطيتي ادي دون بطة دي. بقول لك ايه، انا كل ده انا لسه مش وافقانانا، انت لازم نشوف اذا كنت هتقدر تجيب الحاجات دي ولا لا. طب يا اختي ما نشوف العروسة الاول نشوفها اذا كانت تستاهل ولا لا. لا جيم اكسكيوز معلش، انا بنتي لسه جاي من ماتش تنس دلوقتي وتريفا تيجي فطلع تعمل ان سيستا. ايه رايك انت يا استاذ عبد الستار؟ والله انا محتار. ونسوار ازيك؟ دوسمون شيري دوسمون فيان فيان. جوعة خالص يا ماما، جوعة من سابع دور عادي شكله لبس في الحيط. انا شخصيا ما اقدرش اعاشرها يومين على بعض. وانت ايه اللي زنقك عليها يا ماما؟ ايه اللي خليك تعشي واحده عره زي دي؟ انت عندك بيتك. الحمد لله ابوك مسدتني. واضح يعني الحمد لله ان في تفاهم بين العيلتين، فيعني اقول مبروك مبدئيا ليا ومبروك ليكي طبعا يا رانيا ومبروك لينا جميعا. وحد بقى سمعنا زغروت يا اخوانا وعقبالك كده هو يا نجلاء. مراهقة تافهة هتلبس الفستان الابيض. يا سلام، ما انا كمان فرحت زي اي شاب ساذج هيلبس الفستان البدلة السوداء. يا ابني انت اصلا كان لازم مش تفرح، ده انت تطير من الفرحة. يا ابني اذن انا عروسها اللقطة. يا طب ما انا برضو لقطة، انا القط منك لعلمك بقى. بقولك يا عادل من الاخر يا حبيبي، انا جوزتك علشان انت صعبت عليا. صعبت عليكي؟ ماشي ماشي، لعلمك انا الاول صعبت عليك لكن بعد ما اتجوزتك بقيت بصعب على مصر كلها. عادل عادل خلصني يا عادل من الاخر، هتجيب الفستان بتاع عرس بلاد العجائب لبنتك ياسمين ولا لا؟ بصي يا رانيا، انا لو جبت الفستان بتاع ياسمين مش هيبقى معايا فلوس اجيب لك فستان سهره شفته يجنن. عادل يا حبيبي يا قلبي، يا ناس ملا عليك، يا ناس ملا عليك، هتجيبيلي فستان لا مش هينفع بقى، اهم حاجه اجيب الفستان بتاع ياسمين. فستان ياسمين انهي؟ اللي هو بتاع الحفله التنكريه. يا عم تقول على الحفله التنكريه مش مهم يا عادل، بنتي المهم انت منين هتجيب الفلوس اللي هتشتري لي بيها فستان السهره؟ انا بفكر صراحه يعني ابيع الكاسه الاحمر الدبل، فاكراه ولا فكرك؟ عارف ينام في البيت البداول الزفت ده؟ يا ربي بقى امشي هناك شوية. يو مامي بدلة يا لا حول الفجاعة. عادل انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ده سريري. انت ايه اللي جابك هنا؟ بقول لك ده سريري. انت اللي جابك هنا؟ ايه ده، انت فاهمان انا غلط؟ اخويا وحماته. انت فاهمانين غلط؟ يا لهولي ما ارى ابني ومجيده. لا انت فاهمان انا غلط برضو. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل حصل وطحينه كده يا رانيا، كده يا رانيا تبهدليني البهدله دي. لو انا كنت نايمه في الشارع كان جوزك خبط عليا قبل ما يجي ينام جنبي. معلش يا مامي
معلش يا مامي ما يقصدش هو اللي كان رايح يشرب فتلخبط في الاوض بدل ما يخش عندنا احتس على عمره في عمل. لا 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 انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش عارف ايه اللي جابني هنا. اكيد زي ما انت بتقولي فعلا اتلخبطت وانا داخل الاوضه يعني. أيوة أيوة. انا اسف جدا. هو ايه ان شاء الله اوضه مجيده ما اوضتي موجوده. كنت رميت لك سنه بره. رميتي مين يا ماما؟ ايه اللي رميت سنه ده؟ هو انا كيس جوافه حامض ولا ايه؟ ما هو ليه اوضته بتاعته هو ومراته. ايه اللي خليه يبرم في البيت ويجي في اوضه مش اوضته يخلينا نسمع كلمه من ليس ولا ما يسواش؟ قصدك مين اللي ما يسواش؟ ست زفت انت. ما اقصدكيش يا مجيده. بحسب. طيب انا اسف جدا يا جماعه اللي حصل. يعني انا اسف هعمل ايه؟ والله ما عارف اعمل ايه ومش عارف ايه اللي جابني هنا. بس هعمل ايه؟ معلش يا حبيبي انت شكلك تعبان والارهاق لخبطك كده واحتست على روحك فدخلت. لا 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 ايوه صح صح صح. رانيا رانيا خديني من ايدي والنبي خديني من ايدي. انا اسف جدا انا اسف جدا انا بعتذر انا اسف جدا انا اسف جدا انا اسف انا يا جرستي يا جرستي ما تبصوليش كده. بقول لكم ايه؟ لا زير ثانك يو جود افترنون جود افترنون. يا دولا ايه يا عم السرحانه اللي انت فيها دي من الصبح يا دولا؟ لا مفيش مفيش مفيش. على رمزي برضو يا دولا. في ايه يا عم؟ مفيش. لا قول لي يا رمزي هو الواحد ممكن يبقى نايم في مكان يعني ويصحى يلاقي نفسه في مكان تاني؟ يا طبعا يا دولا. اكيد مثلا بتتقلب كتير ولا حاجه اليومين دول؟ اتقلب كتير ابقى نايم في اوضه اصحى الاقي نفسي في اوضه تانية يا اخي. اوضه تانية؟ لا يا دولا مش معقوله دي يعني. ممكن تلاقي حد مثلا بيهزر معاك وشالك وانت نايم. شالني وانا نايم من غير ما احس بيها يا زكي. صح يا دولا صح معاك دي حق يعني. طب دولا ممكن تكون انت مثلا بتمشي وانت نايم؟ بمشي وانا نايم. على فكره دولا في واحد في البلد عندنا كان كده هون برضو بالظبط لحد في يوم كده هون لقوه بيصيف في اسكندريه. بمشي وانا نايم يعني تفتكر رمزي حكايه ان الواحد يمشي وهو نايم دي حقيقيه يعني؟ يا دولا يا حبيبي دي حقيقه مؤكده علميا. حقيقه مؤكده؟ انت ايه يعني بتقرا من ورايا بتتعلم من ورايا ولا ايه؟ لا يا دولا ان شاء الله اطفح. ولا يا عم دي بس شويه معلومات عاميه كده اهو. اكيد معلومات عاميه ما دام جات لك وما راحتش لاي حد تاني المعلومات دي فهي معلومات عاميه طبعا. يا دولا امال ايه يعني؟ ولا عايزني افضل جاهل زيك كده وانا طول حياتي ما اعرفش حاجه خالص؟ جاهل زي اطلع بره هنا. انا اسمع بره اطلع بره اطلع بره هنا. رانيا رانيا يا رانيا في ايه؟ رانيا ايه الدم اللي في ايدك ده؟ انت قتلت سناء؟ ايه الدم ده؟ جه منين ده؟ انت بتسأل انا؟ امال اسأل مين؟ ما انا كنت نايم جنبك طول الليل. نايم بالشكل ده؟ ايه ده؟ انا اتعورت ولا ايه؟ ايه الدم ده؟ ممكن يبقى كاتشب مثلا؟ وش عرفني؟ انا يظهر ان انا تعبان. اصل هو صراحه رمزي قال لي على حاجه كده بس انت عارفه الواد ده مخرف يعني الواحد ما بيصدقوش. حكيت ايه يا بيبي؟ قال لي ان في ناس بيمشوا وهم نايمين. والله ممكن تصدق بقى؟ احتمال وارد بقى تبقى منهم انت؟ طب وايه الدم ده وايه؟ بص يا عادل انت فاكر اليوم اللي قفشناك عند مامي في الاوضه؟ يا دو قفشتوني عند مامي هتفضلي ماسكه لي الحكايه دي طول عمري يظهر بقى. المهم دلوقتي يا عادل نعرف ايه اللي جاب الدم ده على هدومك وكنت فين امبارح؟ ايوه لازم نعرف انا كنت فين امبارح وده دم كتير جدا يعني. ايه اللي حصل؟ ياسمين انت بتقري الجورنال ولا ايه؟ عادي يا بابا.
وبتقري ايه بقى؟ اصل الجورنال ده يا ماما للكبار بس، يعني الصغيرين عشان يقروا حاجة في الجورنال لازم يبقى معاهم رقيب، حد زي علب وشادي مثلا. قصدك ايه يا بابا؟ قصدي يعني انت دلوقتي بتقري في ايه؟ صفحة الحوادث. اذا كان كنا صفحة الحوادث؟ حوادث ايه؟ وانت ازاي تقري في صفحة، بتقري ايه في صفحة الحوادث؟ ابدا، دي جريمة قتل. قتل؟ يا نهار اسود، ده انت فاضل تعزمي عليا كمان بسجارة، مين بقى اللي اتقتل؟ ايه ده يا بابا؟ هو انت ما تعرفش ان الرقاصة اللي ساكنة في العمارة اللي جنبنا اللي اسمها لولا اتقتلت؟ لا ما اعرفش، وريني. اتقتلت صح. طب والناس بقى يا بابا بتقتل بعضيها ليه يعني؟ بتبقى ظروف يا ياسمين، ظروف ظروف. ظروف؟ طب ويا ترى بقى يا بابا الولاد الزغنانين اللي باباتهم بتقتل بيحسوا بايه لما يعرفوا ان باباهم قتل قتله؟ مش عارف يا ياسمين، مش عارف مش عارف. طب ويا ترى بقى يا بابا الناس اللي بتقتل دي بتخش النار صح؟ خش اوضتك انت دلوقتي يا ياسمين، يلا خش اوضتك بسرعه بسرعه، خش اوضتك. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. مالك يا عادل متوتر كده ليه؟ خدي. قصدك ايه يا عادل؟ قصدك ان انت اللي قتلتها؟ مش عارف يا رانيا، مش عارف مش عارف. بقيت قتل وقتل يا عادل؟ السلام عليكم. ايه دول يا حبيبي؟ ازيك يا دول، عامل ايه؟ عامل ايه؟ ايه في ايه؟ اقرا ده يا رمزي. في يا دولة في اقرا بس. اعلانات مبوبه. مبوبتي مبوبتي بس. الحوادث يلا الحوادث. ما مبوبه دي الحوادث. يلا الحوادث. انفجار ماسوره في وسط القاهره تحط يلا ماسوره ايه يلا الخبر اللي تحتيه يلا اللي تحتيه. ماشي يا دولة. مقتل راقصه في حي الهرم. ايه دولة انت زعلان يعني على الرقصة؟ ليه يا دولة، انت كنت على علاقة بيها ولا حاجة؟ ياد علاقتي يلا هتوديني في داهية، مش على علاقة ولا حاجة يلا. فاكر لما جيت زورتك وبعدين مسكت الكرباج وقعدت اضربك وانت في البازار فاكر يلا؟ ما تفكرنيش بقى دولة. لا انت صحيح يا رمزي، كان احساسك ايه وانا ماسك الكرباج وعمال بقطع فيك؟ انا دولة يعني حسيت ساعتها كدهون ان انا كدهون يعني اسد واقف في البازار كده هون وانت عمال بقى تروضه. بيروضوا الاسود في البازارات دلوقتي يالا؟ ده في السيرك يالا، وبعدين بيروضوا حيوانات كتير غير الاسود. طيب يا دولة احنا ما علينا دلوقتي يا عم، ايه علاقة بقى الحادثة دي يا دولة باليوم اللي انت ضربتني فيه يا عم؟ ما انا قصدي يالا خايف اكون انا اللي عملتها يالا. عملت ايه يا دولة؟ معقولة يا دولة تكون وصلت للقتل؟ مش هيمشي. ما انا بقول لك يمكن يلا يمكن هتلبسني مصيبه. حرام عليك يا دولة، حرام عليك، عملت لك الرقاصه كده وانت قتلها في عز شبابها بدت الرقص. يخرب بيتك يلا، بقول لك يمكن، مش انا مش اكيد، بقول لك يمكن. بص يا دولة انت لابسها لابسها يا عم. انت دولة ما بتبقاش عارف شكلك بتبقى عامل ازاي وانت نايم، بيبقى كلك شر. الله صحيح انا ببقى شكلي فعلا شرير قوي؟ ايوه دولة بيبقى شكلك كده هون يعني قتل قتلة. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ بص يا دولة انت تروح تسلم نفسك للبوليس يا عم واخلص بقى واخلص. ايوه بس انا لو سلمت نفسي للبوليس البوليس مش هيصدق يعني ان انا كنت نايم. يا دولة لا هيصدق يا دولة، انت تروح تقول لهم ايه انا اللي قتلتها بس كنت نايم وحياة ربنا واحلف وهم هيصدقوك ويسيبوك. يا سلام يصدقوني بالسهولة دي؟ ايوه يا دولة ده اذا كان يا عم انا مصدقك البوليس مش هيصدقك يا عم، وانا يا عم هروح اشهد معاك يا دولة. انت بالذات ما ينفعش تشهد معايا يا ابني، انت اساسا معاك شهادة معاملة اطفال وهم ما بياخدوش بشهادة الاطفال. ما تتكلمش خالص. طب اربي شنبي واعمل ده؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هتربي شنبي؟ اهلا بسعادة الباشا. منور يا باشا، مش بعد الزيارة دي خير يعني. جات لنا اخبارية ان الزباين عندكم مزاجهم عالي وبيشربوا حشيش على الشيشة. حشيش؟ اشاعات مغرضة يا باشا لا مؤاخذة، سعادتك شايف اهو زبايننا كلهم ناس محترمين ومش أي حد يعني. والناس هتتبلق عليك ليه يعني؟ المنافسين بتوعنا يا باشا عاوزين القهوة دي تتقفل، لكن زبايننا لا مؤاخذة من أحسن الرجال، وعندك أهو مثلا يعني الأستاذ عادل ده راجل محترم وصاحب بازار. ماشي. خير يا باشا؟ مفيش حاجة. لو سمحت يا سعادة الباشا كنت عايز حضرتك يعني، بص حضرتك يعني مش ضروري يعني تقبض عليه في القهوة كده قدام الناس علشان الشوشرة يعني، هو بص هو قال لي يعني ان انا هيسلم نفسه بهدوء. قبض على مين يالا؟ على دولة. ده دولة حبيبي، ما هو اللي قتلها، بس صدقني يا حضرة الامين هو والله كان نايم. بتعمل
ايه؟ بتعمل ايه؟ خرب بيتك، بتسلمني يا رمزي. يا دول هسلكك هسلكك كوزة. قتل قتل مين بقى؟ قتل الرقاصة حضرتك. اهي اهي الرقاصة اهي اهي، وبيدوروا على المجرم، والمجرم اهو. قبضوا عليه. حضرتك انا ما عملش حاجة والله حضرتك، يعني ماشي يا رمزي، ماشي يا رمزي، بتعمل كده فيا يا رمزي؟ ماشي ماشي يا دولة، ده انا الواجب بيحتم عليا ان انا ابلغ عنك. يحتم؟ وانت جبت يحتم دي منين؟ يا دي يخرب بيتك، يا لما انا ما يتقبض عليها تبقى انت في الشوارع، يا لو انت عندك شغل غير في البازار. يا لا لا يا دولة، بص انا هجيب لك اكبر باش محامي في البلد كلها يا دولة، ما تقلقش. حاضر الظابط. طب بص انا هقول لحضرتك حاجه، انا ما كنتش لوحدي بقى في الجريمه دي. امال مين اللي كان معاك؟ كان معايا رمزي، وهو كان بيقفل عليا وانا عمال بضرب الرقاصه. ايه ده كده؟ وانا تقول حق ده وانت ضايع مستقبلي؟ مستقبلك وانت ليك مستقبل يا صايع. تعالى معايا في الحاجز، على الاقل هتلاقي لقمه. طب حضرتك انا رجعت في كلامي، هو ما عملش حاجه. قدامي يلا. هو ما عملش حاجه، ده كان نايم، كان نايم. دولا دولا، هم دول الكفار يا دولا؟ ولا ما تستهبلش يالا، عشان دول ممكن يقطعونا هنا. دول خيرة شباب مصر، دول اللي هيجيبوا لمصر كاس العالم ان شاء الله. ايه ده يا راجل؟ يا رب. طب والنبي يا دولا صورني جنبهم يا دولا. حبايبي حبايبي حبايبي، يا مساء اللطافة والزرافة والخفافة. ايه ده يا طايق؟ انتوا هتهزروا معانا ولا ايه؟ يا حضرتك احنا ما بنهزرش، وبعدين انت بتتكلم معانا على اساس ايه؟ روح يبعت لنا حد كبير. يلا احنا جايين ان هو في مدرسه كي جي 1. كي جي؟ طيب انا هبعت لك اصغر واحد في الفصل. الله عليك يا دوله، ايه الاجرام ده؟ ده انت مجرم جرمانه يا دوله. امال ايه يالا؟ امال ايه لازم تاخدها من اولها كده يالا؟ انت عارف انا ديتها ايه؟ انا ملوهم بس شويه واقوم اقطعهم واحد واحد. كنت فين من زمان يا دوله؟ مالكش دعوه. نعم. مالكش دعوة. نعم. ايه ده حضرتك؟ هو ازاي يقومك؟ ازاي يقومك؟ ده اتجنن الواد ده في دماغه ولا ايه؟ لا حضرتك روح ارتاح تاني، وبعت لنا الصغير اللي بعتك. اتفضل حضرتك اتفضل. انتوا جايين تهزروا هنا يا قطط؟ لا بقول لك ايه، انت كده غلطت غلطه عمرك. نزل ايدك، انت ما تعرفش انت بتكلم مع مين يا ابني. بتكلم مع مين يعني؟ سكسي بوند؟ لا حضرتك يعني ده انت اللي بتهزر. هو سكسي بوند ايه يعني؟ بص حضرتك انا قتال قتله يعني، بس يعني تخصص رقصات، لكن ان شاء الله ناوي اوسع نشاطي واخش مع الاحجام التانية والشربات وكله يعني. رقصات؟ امال فين الصغات؟ رمزي ده شكله ده يالا اللي بيطلع في المصباح بتاع علاء الدين. يالا يا راجل اللي هو بنطلب منه. طب انا نفسي ابقى غني. قول نفسي ابقى ذكي. قول له يالا قول له. وين تستعبطوا هنا ولا ايه؟ نستعبط ليه حضرتك يعني؟ بص بقى انت عمال من الصبح تمخمط فينا واحنا ساكتين لك. ساكتين لك. انت مين؟ انا حسون المفتري. قتل حد دلوقتي الف. اهلا وسهلا يا استاذ شهريار. اهلا وسهلا حضرتك. شكلك كان ملابس. في ايه حضرتك؟ في ايه؟ نزلني لو سمحت. عادل سعيد. ايوه انا فوق. زياره فيزي. زياره؟ يا ترى مين اللي جاي لي دلوقتي؟ عادل يا عادل يا حبيبي، انت فين؟ انا هنا اهو يا رانيا. يا عادل يا بيبي، تعال يا بيبي. ايوه لو سمحت يا استاذ، بس ممكن تنزلني اكلم المدام؟ احنا في خدمه الموزس. شكرا. انا شكرا. وحشتني. انت وحشتني قوي يا رانيا. عامل ايه يا حبيبي؟ انا كويس قوي الحمد لله، بس اوعي تصدقي عني اي حاجه، انا بريئه رانيا، انا بريئه. لا بيبي لا مش مصدقه يا حبيبي، انت حياتي يا روحي، انا مصدقك انت بس. وانا كمان يا رانيا، انا بريء. ايه 12 بريء؟ ده هي قضيه واحده هتقعد فيها نص ساعه. بيبي بقول هم صحيح الكلام اللي بيقولوه ان انت عندك علاقه غير الشريفه بالست دي يا عادل؟ ها يا رانيا، هيبقى ضرب جوه وبره، وبعدين خرجي ايدك بسرعه عشان ممكن ياكلوها. علاقتي اللي غير
كتير شريفة، أنت على طول بتصدقي الإشاعات يا رانيا. رانيا أنا ما أعرفش حد غيرك وما حبيتش في عمري حد غيرك يا رانيا. تيتي والله وأنا مصدقك يا حبيبي، وأنا كمان عينيك يا عادل عينيك حاسة إن هم عمصين كده مش عارف إيه. حزين حزين عشان الظروف اللي أنا فيها يا رانيا، معلش بس أنت أهم حاجة عرفتي كل حاجة. يا دولا يا دولا يا دولا وإحنا في وقت حب دلوقتي يا دولا، ما تخليها بقى تقول لها تجيب لنا مهندس يطلعنا من هنا أهو. مهندس يطلعنا؟ اسكت يا عم، سيبنا في اللحظة الرومانسية اللي احنا فيها دي أرجوك. ايوه ايوه صح صح والله. ايه الزياره انتهت؟ معلش يا حضره سول، ممكن بس تسيبنا خمسه كمان؟ فينش حضرتك بس خمس دقايق ما جراش حاجه. زقين. معلش يا رانيا شكله حافظ مش فاهم. ما جبتيش معاكي اي اكل عيش حلاوه بتاع؟ لا والله يا عادل، ده انا كنت فاكره يعني ان انت هتبقى خايف هنا وبتاع فما لحقتش اجيب. بس اقول لك ايه، انا ممكن اعمل لك ديليفري. ديليفري ايه بس؟ هيبرد على ما يفتشوه يدخلوه لنا هنا. لا يا دولا والنبي بص، خليها تجيب لنا البتاع دهون عشان انا كان نفسي من زمان او ادوق. هو ايه اللي نفسك تدوق؟ اللي هو الدليفري ده دولا. انت عارف ايه هو ده؟ ولا مش ناقصه غباوتك خالص. رانيا اتكلي انت على الله، بس بقولك ايه، لازم تشوفينا على رأي رمزي اللي هو المهندس اللي هيجي. يخرب بيتك، المحامي اللي هيجي طلعنا ده ضروري يا رانيا. طبعا يا عادل طبعا، انت بتهرج بس انت مش سايبني فلوس. فلوس خدي من ماما او سناء لغاية اما اخرج. ماما وسناء، يبقى انت لابد بقى في الزنزانة العمر كله يا حبيبي. يا رانيا اتصرفي لو سمحت، يا رانيا اتصرفي بعد اذنك. مع السلامة يا رانيا. مع السلامة يا رانيا. مع السلامة. مع السلامة رانيا. مع السلامة رانيا. مع السلامة رانيا. اه يا ابني، اه يا حبيبي، اه يا عادل يا ابني، يا ترى عامل ايه دلوقتي يا ابني؟ يا ترى عامل ايه؟ انا اخويا قتل قتلة، ده كده الموضوع ده هيوقف سوقي لو حد تقدم لي اقول له ايه؟ اخويا رد سجون. يا سلوم، هو ده بس اللي انت شايله همه؟ الجواز الجواز الجواز. اولا انت كده ولا كده السوق بتاعك واقف، مش لاقي اي حد يلمك. ازاي على حبيبتي بنتي اللي زقننه الشابه اللي هتقعد سنين عمرها من غير جوزها؟ رانيا قولي لي عملت ايه مع المحامي؟ اطمني يا حماتي، المحامي طمني الحمد لله الحمد لله، وقال لي ان شاء الله انه هيقدر يخفف الحكم لمؤبد بس. يا نهار اسود، مؤبد؟ لا لا لا، غير المحامي ده ما ينفعش ما ينفعش خالص. يعني ايه ما ينفعش؟ مش على قد الفلوس اللي معايا. هو انتوا اصلا رديتوا تديوني مليم واحد؟ منين يا حبيبتي نديكي مليم ولا اتنين؟ وبعدين انت اللي مبوظه اعصابه ووصاها للحاله اللي هو فيها دي، يبقى انت تحملي نتيجه اعمالك السودا. ليه بقى ان شاء الله انا بعمل له ايه؟ مش كل شويه عايزه 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 ماسوره عوزان؟ انا اللي عايزه 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 ماسوره عوزان، وهي اللي مطلعه عينه ومستويه القلب عليه يا سناء. تقصدي انت اللي مطلعه عينه ومستويه القلب عليه؟ مين يا شيخه جاتك القرف؟ قولوا بقى، ما تقعدوش معانا زهقنا. اهلا. مين يا مامي؟ ده المعلم عيكوى الجزار. طب خليه يتفضل. اتفضل. اهلا يا معلم عيكوى. ازيك يا مدام؟ الحمد لله خير يا معلم. امال الاستاذ عادل فين؟ عادل راح مشوار وزمانه جاي. خير في حاجه؟ خير ان شاء الله، انا جاي اطمن عليه. اما هو ما احنا قلنا كويس خير بقى. اصل من كام يوم وهو معانا واحنا بنذبح بالليل كانت حالته مش ولا بد. كان لابس بيجاما؟ ايوه، طرطش عليه شويه دم، اتخض طلع يجري مننا لدرجه ان العجل اتخض وطلع يجري معاه. انا كده فهمت اللي حصل. طب بقول لحضرتك ايه يا معلم معاكوا، ممكن حضرتك تقولي الكلام ده قدام الضابط؟ اقول لحضره الضابط ده كده هيعرف ان انا بذبح بره السلخانه. انت عايزه توديني في داهيه عشان خاطر يا معلم معاكوا؟ اصلا عادل متهم في قضيه قتل وانت الوحيد اللي ممكن تطلعه براءه. كان كده بقى ماشي، احنا ولاد بلد وما نسيبش حد ابدا في زنقه. متشكرة قوي يا معلم عيكو، يلا بينا. ارمي دي دي. بس يا معلم اوعى تكون بتسرق يا دول. عيب ياض ارمي الواد ده، ايه ده اتحرق البيت ده على طول. خساره. عادل ورمزي. ايوه حضره الضابط عايزكم، خدتوا براءه. براءه دول كفيني كفيني ياض، هكفيك بعدين. رمزي رمزي تعمل ايه يا ابني؟ ادولا بقول لك ادولا، لو سمحت يعني امضي لي على الورقه دي. دي استقالتك؟ موافق طبعا. لا يا دولا، دي طلب زياده 5 جنيه في المرتب، بس امضيها لي بسرعه بسرعه. دي بتتقلط عليا انا وامضيها لي بسرعه بسرعه؟ انت عايز زياده ليه؟ ما انت واكل شارب نايم هنا وببلاش، يعني عايز زياده تعمل بيها ايه؟ وافطره وخلاص. ايه دولا؟ علشان انت مش عارف تقدر مواهب يا دولا.
مواهبك في ايه؟ انا ما اعرفش ليك اي مواهب خالص غير مواهبك في النوم مثلا بتنام ما شاء الله براحتك، مواهبك في الاكل بتضرب زي ما انت عايز، ليك مواهب تانية ولا ايه؟ ايوه دولا، انت نسيت اهم موهبة عندي يا دولا. انت بس لو تسيبني يا دولا ادير انا بقى البازار ده هو بقى بطريقتي. بطريقتي انت تعمل لي فيها حسن شحاته؟ طريقتي 4-2-4. لا يا دولا، انا الطريقه دي يا عم جربتها قبل كده وما نفعتش، لانك ما بتحاولش انك تشجعني ان انا اطلع الجواه دول. ايه اللي جواك يا عم الحصاله؟ جواك ايه يا انت استهبل؟ يا انا عارفك وحافظك يا. لا يا دولا، بص انت بنبرتك دي يا عم خايف ان احزمك. تهزمني ولا ده انت ما تعرفش الفرق بين ورق الباردي وورق البفره؟ لا يا دولا انا عارف طبعا عارف، ده انا سايب بصمه في كل المكان. بصمه ايه يا ابو بصمه؟ بصمه ايه؟ بصمتك انك بتسيب لي شويه سندوتشات الفول والبقايه بتاعتها في الادراج وفي كل حته، هي دي البصمه؟ ولا الفران اللي عماله بترمح جوه في المخزن، هي دي بصمتك يا ده؟ ايه ده دولا؟ الفران اللي جوه دي يعني يا عم ده انا باكلها كل يوم، ده انا بحسبك بتربيهم. بربيهم ليه؟ فاتح جمعيه الرفق بالفران؟ ده انت عامل لي مصيبه في كل حته، بصمه في كل حته، حتى الحمام معلق لي يافطه، ممنوع الاقتراب والتصوير، الناس هتصور ايه ولا تقترب؟ بس 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 انا حتى الفران دي عايز دقش بلا هل، اجيب لها مصايد، اعمل لها سم، مش هعتمد. اوعى 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 من خلقتي، انا هخش المخزن واشوف انا. اوعى دولا. طب حاسب يا عم بقى الخشبه اللي قدامك دي انا ساند بيها الرقم. دولا انا فين؟ 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 عادل ملك يا حبيبي. انتوا مين؟ مين؟ يا حبيبي انت مش عارفنا؟ انا مش عارف حد. انتوا مين؟ انا فين؟ انا مش فاكر حاجه. دكتور لو سمحت طمنا من فضلك. واضح ان المريض فقد الذاكره. فقد الذاكره؟ طب طمنا دكتور، يعني هو هيشوف تاني؟ رمزي اطلع بره بغبائك بره. طب والعمل يا دكتور؟ ايه الطبيعي في الحالات اللي زي دي؟ بنحاول نفكره كان عايش ازاي من غير ما نضغط عليه. مين اكتر واحد كان المريض بيتعامل معاه؟ كان بيتعامل معانا كلنا. او نو نو، هو كان بيتعامل مع رمزي اكتر واحد. استاذ رمزي. استاذ استاذ رمزي، حاول تتعامل معاه زي ما كنت بتتعامل معاه قبل ما يفقد الذاكره، وحاول توريه كان عايش ازاي. بس ولا يكون عندك فكر خالص، انا هوريه. ويكون في علمك يا زي ما فهمتك قبل كده، انا ليا 90% من البازار ده كله. ها بس انا سايبك براحتك علشان صورتك قدام اللي في البيت عندك. وعلى فكره كمان الشقه اللي انت قاعد فيها دي انا ليا فيها نصها على فكره. وحضرتك يعني سايب الشقه وجاي قاعد هنا في البازار؟ يعني واضح ان حضرتك يعني كريم. يا انت اسمك ايه؟ اسمه رمزي. رمزي؟ والله يعني كتر خيرك يا رمزي. ايه ده ايه ده، انت هتعمل فيها فقد الذاكره وكده؟ اسمي استاذ رمزي. استاذ ما تنساش نفسك يا استاذ رمزي. حضرتك مدرس يعني استاذ ولا اكيد مدرس تاريخ ما دام حضرتك فاتح بازار يعني؟ بص اثر في الكلام اثر. ادخل ادخل يلا، غور من وشي، هات لي كوبايه ميه يلا. كوبايه ميه حضرتك رجليك بتوجعك يعني؟ عايزنا اجيب لك انا؟ حاضر اجيب لك ميه. حاضر بسرعه. يا سلام بينها لعبت معاك كده يا ابو الرماميز. يا دي عادل بسرعه بسرعه بسرعه. ايوه استاذ رمزي. الا ايوه ساعه بتجيب كوبايه ميه؟ ايه ده، بقول لك ايه، حسك عينك بعد كده هو الاستاذ رمزي يبعتك في حته تتلكع عليا. يا غبي يا غبي غبي، ده باين عليا كنت مرمطون في البازار يعني. يلا يلا ادخل بقى امسح البلاط ده علشان تلحق تغسل لي الشروات بتاعتي قبل ما تروح. حاضر يا استاذ رمزي. حاضر. خد 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 خد. ايه ده وانا لسه كملت كلامي؟ حضرتك اكمل كلامك ايه؟ لسه كملت. هتمشي كده وانا حاضر وماشي. حاضر اعمل ايه؟ انا المفروض اعمل ايه يعني حضرتك؟ اسمع اسمع الكلام وانت خالص. حاضر حاضر وهسمع الكلام وانا خالص. حاضر حاضر. يكون في معلوماتك يا دي عادل. ها انا سايبك بس كده هون عشان انت ابن عمي، محسوب ابن عمي، مش عارف اعمل ايه. انت عارف انت لو حد تاني ده انا كنت افتريت عليه، ده انا مفتري على فكره. ايوه لا حضرتك يعني ما شاء الله، لا حنين والله يعني يا استاذ رمزي، يعني ربنا يخليك لينا يا استاذ رمزي حضرتك يعني. وياما ياما حاولت اطردك بس امك بقى تقعد تتوسط ليك وبقول ماشي عشان انت ابن عم. والله يعني حضرتك واضح ان انت عامل حساب لصله القرابه وللعيش والملح يعني. ويكون في علمك بقى يا عادل انت من هنا ورايح شهر
شهر بحاله مش هتشوف غيره العيش والملح. ده كله عيش وملح يعني؟ انا اسمع ان في فول وساعات بيبقى فيه طعميه باين، وبيقولوا فيه بتنجان مخلل يظهر ولا ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده، انت هتقعد تفكر وتقول يمكن هو العيش والملح وبس. عادل عادل، فاكر المكان ده يا حبيبي؟ يعني صراحه مش فاكر، بس هو انا كنت بشتغل ايه في المكان ده يعني؟ كنت انا اللي بمسح البلاط ولا ايه؟ بلاط ايه يا بيبي، انت كنت مره مديني ميعاد هنا وانا جيت قعدت استنيتك، وانا قاعده بستناك في ثلاثه عكسون، قمت انت جيت وشفتهم وخدتك الشجاعه ورحت شتمهم. الله، ده انا كنت جامد قوي بقى وانا مش واخد بالي. جدا جدا يا حبيبي، بس عايز اقولك للاسف الشديد راحوا معلقينك في المروحه. ده ما كنتش جامد بقى ولا حاجه. جدا يا حبيبي. عادل ثانيه واحده. ها، مكان حلو يعني صراحه. هي دي الحاله اللي انا قلت لكم عليها، ارجوكم لازم نساعده عشان نرجع له الذاكره، ارجوكم ما تنسوش. ها اتفقنا؟ كله تمام يا مدام. اوكي. عادل يا حبيبي، بيبي فاكر لما كنت بتغير عليا؟ انا غير عليكي ليه؟ مناسبه ايه يعني؟ غير ايه يعني؟ مثلا حد كان بيزغزغني ولا؟ صحيح يا جدعان، سير الحي لا حضراتكم تعرفوني؟ عادل دول التلاته اللي عكسوني فاكر؟ اللي علقوني في المروحه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، منورين والله يا كباتن. تشربوا ايه؟ يا متر يا متر، شوف الكباتن يشرب. لا متر ايه، انتوا عايزين 3 متر على الاقل. يا 3 متر يا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. صباح الفل يا جميل. صباح النور، اهلا وسهلا، منورين يا كباتن والله. انت يا فندي، احنا بنعكس مراتك. تعكس مراتي؟ هي فين دي؟ انا ما اعرفهاش. فين مراتي؟ طب دي نسيت تاني يا بابا. دي امي اللي هي مرات حضرتك اللي اسمها رانيا. يعني مراتي هي مامتك واسمها يعني احنا قرايب. دي استني ما تقوليش، دي امي. اختي؟ لا. حماتي؟ لا يا بابا، دي انا بنت حضرتك ياسمين. نسيت تاني؟ معلش انا اصلي بصيت كده شويه ورجعت تاني فنسيت، فانا معلش انا اسف انا اسف. مش مشكله مش مشكله. بس دي امك اللي هي يعني ايه تيتا انعام. انعام امي. ودي حماتك اللي هي مجيده. حماتي مجيده. تمام تمام. ودي دي بابا. بابا فاكر القطر ده؟ ايه القطر ده يعني؟ القطر ده ليه علاقه باللي حصل لي يعني؟ هل القطر ده لما خبطني انا فقدت الذاكره ولا ايه؟ لا يا بابا، ده اللي انت اشتريته لي في عيد ميلادي الخامس. عيد ميلادك الخامس؟ تصدقي كنت فاكر ان عيد الميلاد ده بيتعمل مره واحده بس في السنه، بيتعمل 5 مرات. لا ما انا ساعتها بقى كان عندي 5 سنين. عيد ميلادك الخامس لما بقيتي 5 سنين. طب وانت عندك كام سنه دلوقتي؟ 10. يعني انا جبت لك القطر ده من 5 سنين. بس برافو عليكي والله. ايه ده، محافظه عليه، شاطره. ايوه. طب بص بقى. بص قولي دي مين بقى؟ دي نسيت تاني يا بابا. حرام عليك، بقى لي ساعتين بفكر فيك. ساعتين؟ يا نهار ابيض، ده انا اتاخرت جدا على الاستاذ رمزي. هو عارفه طيب قوي بس ساعات بيقعد يشخط فيا. الاستاذ رمزي؟ ايه غلط ان اقول له للاستاذ رمزي؟ اقول له ايه؟ اقول له رمزي بيه؟ رمزي بيه. يا ده عادل. ايوه رمزي بيه. عادل خد بسرعه يا غبي. ايوه فاهم. ساعتك كام؟ 2:30 حضرتك. 2:30 دي بقى ما بتفكركش بحاجه؟ بتفكرني بايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت خايف ولا ايه؟ ما تخافش يا ابني، احنا اولاد عم وانا هضربك يعني. بايه؟ حضرتك بتفكرني انها قبل 3:30 او بعد 3:30؟ بعد 3:30؟ لا، بتفكرك بالايس كريم بتاعي. حضرتك انت ضارب لغايه دلوقتي 3 ايس كريم يعني. ايه ده؟ انت هتعد عليا؟ هتعد عليا؟ يلا يلا نجر، امشي وهات لي علبة الكشري وانت راجع. يلا اجيب لك حضرتك علبة كشري يا حضرتك؟ انت لسه ضارب 2 مهلبية، هو انت بتحل الاول وبعدين تحبس بالكشري يعني؟ انت هتقعد تبص لي في اللقمة؟ لا حضرتك انا هكتب يعني، انا هكتب عشان ما انساش يعني. اكتب على الله بس. بتعرف تكتب ولا ايه؟ حضرتك انا لقيت نفسي دي الحاجة الوحيدة اللي انا فاكرها يعني. حضرتك اوامر الاستاذ رمزي، تحت امرك يا فندم. اكتب عندك، انت تعدي على القهوه بتاعتي تجيب لي الطلب بتاعي. انا اسف يعني معلش، هو ايه الطلب؟
وانت كل شويه هقعد معلش معلش هقعد افكرك حضرتك معلش انا هكتب اهو هكتب انا كاتب بحضرتك كنت طلبت سحلب وبعدين طلبت عناب وبعديها ب 10 دقايق جبت لك جنزبيل وشاي وبعدين جبت لك قرفه وبعدين قهوه ساده وبعدين قهوه زياده انا اسف يعني هو حضرتك بتطلب طلبات الشهر كلها النهارده يعني ولا انت مثلا بتعمل ايه ولا انت شريك في القهوه انت هتفكر هتفكر انت مالك انت مالك انت تسمع الكلام وانت ساكت خالص يا غبي يا غبي يلا يلا نجر وبعدين وانت راجع ما تنساش تعدي على الجرايتلين عشان تجيب لي الملابس بتاعتي جرايتلين جرايتلين ايوه اكتبها صح جرايتلين وبعدين يا عادل انا خلاص يعني قررت اتجوز اختك سناء حضرتك يعني انت كنت الفتره اللي فاتت ما اتجوزتهاش ليه وجاي تتجوزها دلوقتي يعني انت كنت ناسي برضو ولا ايه لا يا لا فهم يلا يعني انت فاهم يعني ان الدنجمانات اللي زي يعني يعني عندهم بقى مغامرات حول البلاد فانا الحمد لله لما خلصت البلاد قلت بقى اتاهل واتجوز سناء يلا اتجوز سناء والله يعني وانا في ديك الساعه اما حضرتك تتجوز خالتي يعني يا ابني افهم ضحكتني يا عادل والله افهم يا ابني اختك اختك وبعدين يعني جحا اولى بلحم طوره طب حضرتك انا اسف بس حضرتك تبقى جحا ولا طوره انت هتغلط انا الطور طب يا عادل يا حبيبي لما كنت بتلعب في الشارع وبعدين بنطلونك اتقطع وبعدين سناء مسكت البنطلون وقعدت تخيطه استنى بس هقول لك انا بس ايه انت كنت بتلعب في الشارع كده هو ها يا عادل ها يا عادل افتكرت يا حبيبي لا ما افتكرتش طب انا بقى هفكرك افتكرت يا حبيبي؟ لا انا يا عادل بقى اللي هفكرك لان يا حبيبي ذكرياتنا كلها مع بعض فاكر واحنا صغيرين افتكرت؟ لا مش فاكر بس واضح ان انت شريره قوي يعني طب خلاص يا جماعه سيبوني بقى انا اللي هفكر بص يا ابي انا هفكرك بشويه حاجات دلوقتي ذاكرها هترجع لك حالا افتكرت ايه ده انا مش فاكر حاجه خالص انا مش فاكر حاجه خالص انا مش فاكر حاجه خالص هابيك شيشيك دبا كش ملك 10 37 لا انا عايز الله 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 انا بكون البازار قهوه انا بكون البازار قهوه رموز حبيبي والله يعني انا حضرتك قلت اتسلى شويه يعني على ما حضرتك تيجي يعني انا اسف يعني حضرتك يا رموز حبيبي تتسلى ايه يعني دلوقتي افرض في حد دخل عليا دلوقتي هيقول علينا ايه سيح هتبوظ لي شكله قدام السياح بس معلش مش قدام صحابي انا ماشيهم وانا ماشيهم حضرتك وهتصرف حاضر ماشي يلا بسرعه ماشيهم وبسرعه وكل حاجه ترجع مكانها كل حاجه حاضر حاضر هلم الدوم انا وهظبط كل حاجه يا غبي يا غبي حاضر حاضر معلش يلا يلا اتكلوا على الله ده مكان اكل عيش ازاي تيجوا تقعدوا في مكان اكل هنكمل بعدين اول ما يمشي ها يلا كشم له نفض له نفض حاضر حاضر هنفض له هنفض له حاضر انت عارف يا دي عادل لو ده حصل تاني ايه اللي هيحصل حضرتك صحيح ايه اللي هيحصل وانا بسالك يا غبي حضرتك يعني انا اوعدك ان ده مش هيحصل تاني ومش هيتكرر تاني حضرتك يعني خلاص هعديها لك يا عم المره دي قول لي بقى الشغل عامل ايه في غياب الكتير اللي انا بقعد اغيبه ده حضرتك الشغل ماشي زي الفل الحمد لله يعني ومفيش اي حاجه وما غلطتش ولا غلطه الحمد لله النهارده ايه ده ما غلطتش ليه ماشي وايه دي ايه فردت الشبشب هتطلع المكتب فردت الشبشب حضرتك اصل كان في سايحه جت هنا اهو في البازار حضرتك كانت عايزه تاخد شويه تماثيل وبعدين الفلوس اللي معاها ما قضتش فروحت انا بقى ايه فكرت فكره ان انا اخد منها بقى فرد الشبشب دي رهن على ما تجيب بقيه الفلوس فرده واحده يخرب بيتك فرده واحده يا ابني انت ما كده ممكن تمشي على رجل واحده يا عادل انت كنت ممكن تاخد منها الفرده الثانيه على الاقل كنا نعرف نبيع الشبشب كله شبشب كله خلاص حضرتك المره الجايه هاخد منها الفرده تاني حاضر 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 ماشي وعلشان بقى ما تنساش تاني وكل شويه بتغلبني ها هات الكرباج اللي وراك ده عشان هتنضرب لا حضرتك بلاش الكرباج والنبو بلاش الكرباج هتنضرب يعني هتنضرب يعني هتنضرب حضرتك يعني بلاش الكرباج لانه بيلسع جامد بلاش الكرباج حضرتك هات الكرباج اخر مره اخر مره وبعد كده اي واحده بقى مش هتدفع فلوس كامله هاخد منها الفردتين
طب استنى استنى، افرض انت بقى ايه قعدت ناسي كتير ومفتكرش حاجه خالص، ينفع انا بقى اخد منك المصروف مرتين في اليوم الواحد؟ مرتين تاخدي مصروف طبعا. هو انت اسمك ايه؟ حسنات. حسنات ده اسم حلو قوي يا حسنات. ياسمين عيب كده، عيب كده تضحكي على بابي. هو لو كده هيقعد عادي ويعيش عادي زي ما كان عايش، يعني في ايه؟ هي عادل انت لسه صاحي يا حبيبي؟ ما انا مش عارف انتوا بتناموا الساعه كام بالظبط يا طنط. طنط ده نمك. ده نمك مين يا سنحات؟ ايه يا رامي، ايه يا رامي، مش تسيبي عادل يرتاح شويه ولا خلاص انعدم من عندك التمييز؟ يا بنتي في انت جايه تعلميني الادب في بيتي ولا ايه؟ ما تحترمي نفسك يا سناء عصاب. تقصدي يا رانيا؟ مقصود كيس يعني. بحسب انت انتي دوشت اب. مش معقول اصواتاتكم جايبه اخر الشوارع والناس مش عارفه تنام. ايه ده، هو معقوله الشارع كله لسه صاحي لغايه دلوقتي؟ على فكره بقى يا جماعه، ابي عادل صعب جدا جدا ترجع له الذاكره في الجو الغريب ده. معقوله؟ اوعي تمثلي اكتر من كده احسن، افتكري بتحبي عادل اكتر واكتر. ده اللي حصل له في حياته، القرف اللي هو فيه ده من الزحمه اللي ببيته. أيوة. ايه ده، في زحمه؟ في زحمه؟ بصوا اهم حاجه بقى ما دام في زحمه يا جماعه، هاتوا اشارج اللي هو بتاع المرور ويقف ان هو ينظمها في الصاله ان شاء الله. بقول لكم ايه بقى، انتوا يا عريرين انتوا، إيه؟ لو في شويه دمال في العروقات بتاعتكم انتوا تغوروا من البيضه دلوقتي حالا. جرايه يا وليه انت؟ انا من رايي يا جماعه ما يغوروش دلوقتي، النهار ليه حاجات، استنوا لبكره الصبح. بقول لك ايه، ده بيتنا وهنقعد فيه براحتنا، واللي مش عاجبه بيتنا يرحل يا حبيبتي. ايه بتقولي ايه انت يا حشره يا سرساره؟ بيتك ايه يا مو بيت انت يا مسرسره؟ انت بيتك ايه ده؟ بيتي انا. عايزه اقول لكم حاجه بقى يا جربوعين، انتوا المسالات بتقول اللي بيته من ازازات ما يرميش الناس بالطوب يا اماغ. اماغ يا بتاعه جماه انت، اما تعرفي تتكلمي الاول. بتكلمي انت مش ناويه تلمي نفسك يا ستي يا مشاعر اصفر انت؟ بس بس بس. انت بتقولي ايه؟ انت شايفه مامي بعطاره ولا ايه؟ يا شاطر انت يا حشره، بتمدي ايدك عليا. فين التمثال بتاع القط الاسود؟ تمثال ايه بس يا عادل، اطلع. ايه ده، ايه ده، احنا انا فين؟ انت في بيتك يا حبيبي. ايه اللي جابني بيتي؟ وبعدين الدنيا كانت نهار، احنا بقينا بالليل ولا دي السحابه السودا دي؟ الحمد لله احمدك يا رب. انت فاكر يا عادل؟ وانا كنت نسيت ايه عشان افتكره يعني؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبي. وانا كنت مسافر، هو في ايه؟ الحمد لله. ايه يا ياسمين؟ ياسمين يعني انا كده ضاع مني المصروف. مصروف ايه يا سناء؟ انت ايه اللي مرمطك في الارض كده؟ ايه يا جماعه انتوا غراب قوي النهارده ليه؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبي. على السلامه يا حبيبي. 70 80 90 100 نطوا عليكوا الحرميه. ازيك يا رمزي؟ رمزي رمزي كده اهو انحف. وحمد لله على السلامه. حمد لله انت خلاص خدت عليا يا دي عادل. انا اسف يا رموزه بيه، يعني انا تحت امرك، اهلا وسهلا. انت بص غلطاتك كترت معايا، خلي بالك للصبر نفوس. لا حضرتك، يعني اوعدك ان انا ما غلطش تاني. يعني اخبار الشغل ايه؟ شغل؟ ايه السؤال ده؟ في ايه؟ في ايه حضرتك؟ ايه اللي حصل؟ مالك يا دي عادل، في حاجه؟ مش اي حاجه، انا بسال بس بطمن يعني. ايوه اصل شكلك كده متغير، يعني انت افتكرت حاجه ولا حاجه؟ افتكرت. افتكرت ايه؟ افتكرت ان انت طبعا الاستاذ رمزي وتملك 90% هنا من البازار ما شاء الله. الحمد لله، وقعت قلبي انا بحسب. بس انا ملاحظ يعني شويه تغيرات هنا في البازار. ملاحظ؟ وانا من امتى يا دي عادل باخد رايك؟ من امتى؟ بس انا يعني يا حضرتك ملاحظ ان في شويه حاجات عايزه تتظبط. تاني ملاحظ تاني حاجات ايه دي عادل؟ حاجات يعني حضرتك يعني لا لا لا، ما فيش حاجه ملاحظه ولا حاجه، الا حضرتك تؤمر بيه انا تحت امرك يعني. خلاص خلاص خلاص، ادخل بقى خش شوف شغلك كده، واقلع الهدوم بتاعت اللي انا مديها لك عشان تروح بيها قدام عيلتك دي، عشان تاخد هدومك المعفنه عشان في زباين جايه اقابلها بالهدوم دي. لا حضرتك طبعا ما يصحش. عارف حضرتك انا لاحظت كمان ورقه موجوده معايا، الورقة دي كنت عايز بس أستفسر على شوية حاجات فيها. يعني بتقول أوامر الأستاذ رمزي، وإن حضرتك ليك 90% وليك نص الشقة.
دول حبيبي ابن عمي حبيبي انت افتكرت دول الف حمد لله على السلامه. يا سلام. انا عايزك بقى تتصل بامك في البلد عشان احتمال كبير جدا امك ما تشوفكش تاني. ليه دول ما تشوفنيش تاني؟ ليه انت ناوي تعم امي؟ لا ناوي ان شاء الله اجيب لك عقد عمل في مستشفى بتاعت ناس صحابي. بس ما تقولش يا دول انا عرفت هشتغل دكتور. صح صح. لا هتشتغل عيان. رمزي رمزي مالك؟ انا اسف ان انا ضربتك جامد. رمزي رمزي. انا مين؟ انا مين يا دولة؟ انا مين يا دولة؟ ايه ده؟ مين ده؟ انا رمزي يا بابا ست. هو عامل حرامي؟ اه. طيب دلوقتي الساعة بتاعت الصفر هتبقى الساعة 13. اظبطوا منبهاتكم. ماشي. معاكم منبهات؟ لا. خلاص نبقى نسرق بقى منبهات. خلاص انا غيرت الخطة. احنا هنسرق منبهات نظبطها مع حد تاني ونبقى نعمل خطة. خلاص ماشي. اتفقنا على الخطة؟ اتفقنا بابا ست. يلا بينا. كده يا جدي حتى الراجل اللي عايز يتوب قافش عليه. خشوا حرامية خشوا خشوا. برافو عليكم برافو عليكم. يا ده انا حبيت السرقة قوي هي والواد رستم. اه وسرقنا وقشطنا كل البازار والحمد لله وعملية ناجحة. شايفتوا ايه ده؟ انا سرقت البرتبة سرقت البرتبة سرقت. وايه ده انا رصوح البنز كراتي اللي فيه كل التاريخ مع الحريم. السرق يا اخوانا حرام عليكم. مين اللي سرق؟ مين اللي سرق؟ بس يا بابا ستو اكيد الولا رستم هو اللي سرق. لا ما تجيش منك يا رمزي ما تجيش منك. ده انا كنت معاكوا يا راجل. يا جدعان حرام عليكم يا اخوانا. اعتقوني وبلغوا عن انا حرامي يا ناس. حد يبلغ عني البوليس يا اخوانا. يا حرامي. ودي جايبه منين دي؟ من البلكونه من عندكم يا سريه. من ايه ده؟ انت حرامي ده انت حرامي. بص يا بابا ستو ودي بقى انا سرقتها من البازار. بص كان نفسي اسرقها من زمان. شبهي بالظبط. صح يا رستم؟ يلا رمزي حصلت تسرق اخوك. مساء الخير ايتها اللصوص. ايه ده انت عرفتنا؟ ايه ده؟ ايه اللغه العربيه اللي دخلت علينا دي؟ انا رانيا سعيد مندوبه عصابه عادل سعيد لسرقه محتويات غرفه جده. يا خبر ابيض. ودول حبيبي فتح عصابه؟ لا ده انا كده بقى اشتغل معاه حتى لو ببلاش بقى. سلام عليكم. ادي اول سرقه. سلام. يلا رستم عربي. بالنسبه ليك مستر ثيف. سيف مين يا فندم؟ انا رستم. انا بقيت واحد من العيله خلاص. باسبورك في حوزتنا تحت عند استاذ عادل سعيد. انزل خده. بجد ربنا يكرمك والله العظيم لا ادعي لك في الحج ولا. رمزي رمزي. ايه يا رستم؟ انت هتوحشني قوي يا رمزي والله. انت اكتر يا رستم. احنا مش هنشوف بعض تاني؟ طب ما ناخد موبايلات بعضينا. يا ريت يا ريت. خد يا حبيبي. خد يا حبيبي. سمعني صوتك بقى. هتوحشني والله. انت اكتر والله. السلام عليكم. يعني الواد الهفا عادل هو اللي جه قلب الاوضه؟ ايوه يا جدو. وبعتني عشان اعمل معاك مقايضه تسلمه محتويات البازار يسلمك محتويات الغرفه. اه كده بقى هضطر الجا للسلام مرغما مش بمزاجي. يعني هرجع للسلام عشان اخد كل ذكرياتي وكل التاريخ بتاعي. بس بعد كده هنتقم وممكن كمان اولع في الاوضه اللي انا ساكن فيها دي. هنتقم. Thank you.